قال السهيلي: والمطلب مفتعل من الطلب، ومعنى مفتعل أنه اسم فاعل من افتعل يفتعل مفتعل، كما تقول اكتتب يكتتب مكتتب، وهذا لا يتضح في صيغة طلب، لأنك إذا قلت طلب وبنيت منها على وزن افتعل تقول ماذا؟ اطلب، لأن تاء الافتعال تقلب طاء بعد الطاء المطبقة، هذه التاء المنفتحة المستفلة بعد طاء الإطباق التي هي مستعلية تبدل التاء في لغة العرب طاء لصعوبة نطق التاء المنفتحة بعد الطاء المطبقة. اطلب اطلب، فيقولون اطلب ويبدلون التاء طاء ثم يدغمون الطاء في الطاء لتوالي مثلين، من معلوم ان المثلان ان المثلين يدغمان، فهو المطلب. قال: والمطلب مفتعل من الطلب.